السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي ومشاهدي متابعي قناة دكتور محمد عبده على الحب دائما. نلتقي بفضل الله تعالى اليوم لقاء هام ومميز وجميل. طبعا أنا عرضت لحضراتكم في البداية الفرش اللي احنا نستخدمها بشكل سريع، وعايز أقول لحضراتكم اليوم الجميع معانا مستفيد، لأن احنا هنشغل الطائر بشكل بسيط وفي الوقت نفسه هنظهر كل تفاصيل الريش والتفاصيل البسيطة اللي موجودة في الطائر، بحيث ان الطائر يظهر بشكل جميل ولائق ورائع. يعني النقطة الثانية هنرسم غصن من أغصان الورد وفيه الأوراق الخضراء مع بعض الزهرات الحمراء. هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة، يسعد اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك الفيديو التالي ان شاء الله. البداية كانت مع اللون الاحمر واللون الاخضر علشان اجيب هذه الدرجة الكمون الجميلة اللي قدام حضراتكم. بعد كده ببدأ اضيف الاصفر مع الابيض تدريجيا لحد ما بوصل لمرحلة ان الخلفية اللي انا هشتغل عليها بتكون بهذا الشكل البسيط والسهل والرائع. بزود الإضاءة في منتصف اللوحة من منتصف لأسفل وأنا نازل أهو، زي حضرتك شايف هبدأ أضيف الأبيض أهو فين في المنتصف كده، من أعلى المنتصف وأنا نازل لتحت، وببل الفرشة حبة مية وببدأ أعمل مزج لهذه الألوان جميعا. طبعا دي درجة الكموني أهو، حبيت أظهرها لحضراتكم بشكل بسيط جدا. طبعا أنا ضفت الأسود، هضيف كمان سند اسود دلوقتي هتشوف حضرتك علشان اعتم الجزء الاعلى من اللوحه. هضيف سند اسود اهو، شوف هقلبها ازاي، شوف الدرجه الناتجه دي الدرجه اللي هتنتج لحضرتك دلوقتي. ركز كده، كموني غامق جدا اهو من اعلى اللوحه، وانا نازل تدريجيا واحده واحده بعمل مزج للالوان بحيث ان الخلفيه بتاعتي يبان فيها توزيع الظل والضوء بشكل تدريجي. وبهذه الفرشاة ببدأ أملأ الطائر باللون الأبيض زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنا بسرع الفيديو في بعض الأماكن اللي ما فيهاش تفاصيل، لكن في بعض الأماكن اللي هنحتاج نظهر التفاصيل أكتر فيها هتلاقي السرعة بتاعت الفيديو سرعة عادية جدا. المهم اصبر معايا واحدة واحدة علشان تقدر تطلع باستفادة جميلة ومشاهدة ممتعة ان شاء الله للجميع. شباب وفتيات الجميع معانا يركز شوية، لان الفيديو فيه زي ما قلت لحضراتكم تفاصيل بسيطة وفي الوقت نفسه دقيقة يعني، بس احنا التفاصيل الدقيقة دي ازاي بنظهرها لحضرتك بشكل بسيط، دي الاستفادة من فيديو اليوم. او بمعنى اخر ان التفاصيل الدقيقة اللي حضرتك بتشوفها في الصورة ازاي تقدر تنفذها بشكل بسيط وسهل يعني. الغصن بدأنا مع الغصن او الفرع او العود اللي شايل العصفور والاوراق الخضراء والورد باللون البني مع سنة أصفر، وكمان هنضيف الأسود علشان أوزع الظل على هذا العود أو هذا الفرع أو هذا الغصن بهذه الكيفية يعني. أبدأ باللون البني مع الأصفر والسنة من الأخضر والأسود، طبعا بوزع الأوراق أوراق الشجر، بيبدو منها الأخضر وبيبدو منها الفاتح قوي وبيبدو منها الناشف اللي هو داخل فيه لون البنيات، وبيبدو منها اللي عليه ظل قوي بيبان زي الاسود. كل ده شوف اكتر من درجة لون بنشتغل بيها في توزيعك لأوراق الشجر اهو. بكل بساطة بنبدأ نسحب أوراق الشجر هكذا، نفتح واحدة ونغمق واحدة، وواحدة يدخل فيها الأخضر مع الأصفر، واحدة يدخل فيها البني، هكذا يحصل تنوع وتباين في مجموعة أوراق الشجر اللي موجودة على هذا الغصن أو هذا الفرع أو هذا العود.
جميع درجات الألوان موجودة قدام حضرتك، الأخضر والأسود والأصفر والأبيض والبني، بنجمع منهم هذه التجميعة البسيطة. طبعا أي عمل في بدايته بيكون الملامح بتاعته بتكون غير واضحة، فبيحتاج إلى شيء من الصبر، ولكن ما ينفعش تروح على الصورة مرة واحدة كده وفي نهايتها. طبعا بيبقى بيفوتك تفاصيل كتيرة جدا، لابد انك تمشي خطوة خطوة مع الفيديو. بعد كده اللون الاحمر الفوشيا مع الابيض، وبنبدأ نوزع الورد بتاعنا بشكل بسيط جدا. الفرشة اللي معانا فرشة حوالي 8 ملي، شعرها ناعم جدا، بيساعد معاك في انك تفرش الوردة بهذا الشكل ما بين اللون الأحمر والأبيض، بتوزع الضوء والظل في هذه الورقة. يعني مثلا دي أكبر زهرة عندنا، أكبر وردة عندنا اهي، خدنا الورقة اللي في النص فاتح جدا، والورقتين اللي على الأجنب يكون لونهم أغمق شوية. اهو رسم الورد بأبسط الطرق هكذا. اهو بنملأ بعض الأوراق الورد أو بعض الزهرات بهذا الشكل، وطبعا دي مرحلة مبدئية لأن هيدخل فيها ضوء قوي وظل قوي، وهتظهر معاك هذه البراعم والزهراء والزهور أو الوردة أو الورود، مجموعة الورود دي هتظهر معاك بشكل جميل جدا. هتجد توزيعك لضوء الشمس الواقع عليها هيكون جميل جدا ورائع بإذن الله تعالى. ركز في المرحلة المبدئية دي، ركز دائما في البداية علشان تصل لنهاية جميلة. ازود الابيض. شوف هنا بقى انا جبت اللون الخام على الفرشة كده، وباخد فرشة كبيرة وباخد منه بالفرشة الصغيرة، وببدأ ازود اللون اهو. شوف ازاي حركة جميلة جدا عايزك تنفذها. شوف باخد بالفرشة الصغيرة كده وببدأ اروح بجزع وبجسم ووزع اللون الاحمر بدون ابيض اهو هنا، علشان يحصل تباين في الوان الوردة نفسها. وكمان هنبدأ نشغل الظل بعد كده، لكن انا دلوقتي بوزع الضوء القوي قوي واللون الاحمر القوي قوي. طبعا الاحمر اللي معانا ده الاحمر اللي هو الفوشيا او البامبا او اللون الوردي، اللون الوردي. بدأت ازود اهو الاسود، اضيف الاسود وشوف بقلب بضيف عليه اللون الوردي، وافضل اقلب لحد ما اجيب درجة وسط كده بحيث انها تديني زي ظل. شوف الضربات دي ضربات ظل، اللي هي ظل ورقة على ورقة بيبدأ يديك بالشكل ده. وكمان عندنا ورقة شجر جميلة جدا هتيجي باللون الاصفر الفاتح قوي، يعني ده اصفر فاتح مع اصفر ليموني فاتح مع سنة اخضر بسيطة. دي اللي انا برسمها حاليا حضرتك هتلاقيها عبارة عن مجموعة براعم لسه زهرات صغيرة هتفتح خارج منها ورد صغير لسه. بص ببساطة خالص وابدأ اكمل الوردة الصغيرة اللي لسه بتفتح دي اهي، هجيب لها اللون الاحمر بتاعها لسه برعم صغير لسه برعم على كل واحدة كده، ودي لسعة جزء كده بسيط يديني شكل الوردة اللي لسه بتفتح علشان يحصل تباين ما بين الورد الكبير والورد الوسط والبراعم الصغيرة اللي لسه بتفتح ابيض خام، وبروح على بدايتها كده وديها شوف سنة اضاءة كده بسيطة اوي. الموضوع بسيط جدا. عندما ننتهي من مرحلة الورد هندخل بقى على مرحلة اهم، وهي مرحلة الطائر. الطائر طبعا احنا البداية ان احنا ملناه باللون الابيض زي ما حضراتكم شايفين، وهنا بالفرشة الواحد ملي، فرشة واحد ملي مدببة، ببدأ ارسم الرجلين بتاعة الطائر بتكون رفيعة ودقيقة شوية.
فأنا ببدأ أتخنها سنة صغيرة كده عشان تظهر بالراحة خالص أهو، في رجل كاملة واضحة اللي هي في الجهة اليمين دي، دي رجل كاملة واضحة، والرجل التانية تكون هنا جزء منها بس ظاهر اللي هو الرجل الشمال دي، يا دوبك بس ايه الاظافر بتاعته او الاصابع بتاعته هي اللي ظاهرة، لان في ورق ورده هنا كده بتخفيها، تخفي الرجل التانية، وبتدي لسعه ابيض بالفرشه على الرجلين الطائر علشان يظهر الضوء والظل زي ما حضراتكم عارفين في كل مره. اهو فرشه القلم الواحد ملي دي، وبروح كده على رجل الطائر وبدي الضوء اللي جاي عليها عشان تظهر اهو سنه ابيض بسيطه قوي، وتقدر حضرتك تقرب وتكبر الصوره من الهاتف من عندك تظهر لك التفاصيل دي اكتر. يعني عندما نبدا في تلوين الريش، الريش اللي هو بيكون لجسم الطائر، هتجد متعة المشاهدة هتبقى هنا ان شاء الله. ده المنقار، ونقلب البالتة كده علشان هنشغل مرحلة الوان جديدة. اللون البني، البداية مع اللون البني، بداية الريش اللون البني، خلي بالك نقطة مهمة جدا، اللون البني مع ايه؟ مع اللون البرتقالي اهو، قلبتهم ورحت على الابيض، خدت درجة فاتحة من المزيج بتاعهم، من الخليط ده خدت درجة فاتحة. شوف، وأقرب لك برضو الكاميرا وأقول لك التفاصيل دي بتيجي إزاي. بنبدأ بأسفل العنق أو أسفل الرأس أو الصدر والبطن بالنسبة للطائر، هكذا. أقرب بقى الكاميرا كده، شوف بقى، نبدأ في مرحلة اللي هي توزيع الظل، فزودت سنة أسود خفيفة أسفل العنق أسفل الرقبة أو أسفل الرأس علشان يظهر لي هنا اللفة بتاعت البطن من أعلى، وبزود الأبيض وبنزل لأسفل البطن هكذا بدرجة فاتحة. ركز حركة الفرشة، شوف حركة الفرشة ازاي، ان شاء الله مشاهدة ممتعة للجميع. و باللون الابيض كده ببدأ ازود، لان الشمس والضوء هنا جاي من اسفل لاعلى، فمنطقة البطن هنا مشبعة بالضوء اهو. ببدأ اطلع تدريجيا سنة بسنة، بروح على اعمل الريش، ريش الطائر من نفس اللون بتاعه بس بفتح بالابيض خفيف. شوف ازاي هكذا، جبت الاسود مع الازرق وبدأ يديني درجة لون كحل كده خفيفة، وبدأت انزل اسفل الذيل، ذيل الطائر. المنطقة دي هتبقى منطقة مظلمة شوية، هنزود فيها اللون الاسود، لكن دي البداية. كل دي مراحل في بداية الرسمة، لا تستعجل ولا تستعجلي يا فتاتي يا سيدتي. اهو زي ما حضراتكم شايفين دي البداية، ده اسود، ببدأ اسود على ازرق، ببدأ ازود منطقة الظل هنا بالفرشة. الفرشة دي 6 ملي رفيعة، وطبعا انا سبق وعرضت لحضراتكم مجموعة الفرش اللي انا شغال بيها في احد الفيديوهات، اسيبه لكم الفيديو ده ان شاء الله في شاشة النهاية علشان الناس اللي ما شافتش وتعرفتش، اللي عايز يتعرف على انواع الفرش يقدر يرجع لهذا الفيديو. بالازرق والاسود بدأنا، طبعا احنا قلنا الضوء من اسفل، فالمنطقة اللي فوق تبقى منطقة ظل قوي،
ركز 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 قوي قوي في المنطقة دي، شوف الأزرق مع الأسود بيعمل إيه. الجناح ده الجناح، وبملأ الرأس بهذا الشكل. الفرشة مع هذه الألوان، في سنة أبيض خفيفة، وببدأ بالبني كده أدخل وأطلع لفوق على الرأس علشان أربط اللون البني اللي تحت لتحت الرأس مع الرأس نفسها والجناح. بدأت أوزع بعض البنيات، قليل من البني يمتزج مع الأزرق، وهنا بزود الأزرق مع الأسود في المنطقة اللي هي منطقة الظهر والذيل من أسفل، بديله بعض الأزرق الفاتح كده. شوف شوف دخلة الأزرق مع الأبيض، تأثيرات جميلة جدا، عليكم إنكم تجربوا. هنا ببدأ أدي الريش، الريش بيبدأ يظهر كده. عشان تعرف الريش بيجي ازاي، بص لحركة الفرشة، شوف الضوء اللي على الرأس، وشوف الألوان بتبدأ تديك لمعة كده ولسعة جميلة من الإضاءة، لأن ألوان الريش هنا ألوان غاية في الروعة، سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. سنة إضاءة خفيفة قوي. الباليت اهي ظهر عليها الشغل كله وعليها الألوان كلها، لو انت عايز تقلد يعني. فيه بعض الريش الأبيض هنا بطول الجناح، طبعا لما زاد الأبيض مني دخلت عليه بسنة أزرق، قصرته شوية، بجيب درجات كده من الأزرق الفاتح، وببدأ أزود تأثيرات الريش على الجناح تدريجيا هكذا. وتقدر زي ما قلت لك من الهاتف تكبر الصورة وتشوف التأثيرات دي أكتر عن قرب، لأن أنا ما أقدرش أكبر عن كده الحجم اللي أو أقرب الكادر عن كده، لكن كل حاجة واضحة الحمد لله. شوف بقى هنا هتجيب طبقتين فوق بعض، الطبقة الأولى والطبقة التانية، شفت جبتهم إزاي؟ إيه ما بين الأزرق والأسود بنقلب كده أهو، شوف الدرجة اللي هتنتج ليك. وهنروح نعمل إيه؟ بزود الظل هنا أهو، عند الزيل كده بزود جزء كده، في جزء مش واصل له ضوء خالص أهو، خطوط بسيطة جدا بتجسق. اشوف بقى هنا الطبقتين اللي فوق بعض في الزيل، الريشتين اللي فوق بعض في الزيل ظهروا ازاي. هنا منطقة ظل قوية، بزود الظل اسفل البطن واعلى الزيل. وهنا رحت على البنيات وببدأ افتح سنة البني مع الأزرق، وهاخد كده إضاءة خفيفة قوي بحيث إن الظل ده يبقى تقيل من أسفل ويبدأ يخف وأنا طالع، وأنا طالع ناحية البطن هبدأ إيه أزود الأبيض تدريجيا علشان يحصل تدرج للون. ركز كده ركز، لأن دي أصعب منطقة أهو. بص بوزع اتقل بالاسود كده، بتقل الظل هنا مناطق كده معينة فيها ظل، شوف مناطق معينة فيها ظل، شوف انا بوزعها ازاي. الظل ده بيجي منين؟ من الازرق مضاف على سنة اسود اه. دخلت على الابيض بقى عشان ارسم العين، ما تدخلش بالاسود، لا ارسم الابيض الاول دايرة بالأبيض كده، ودي تأثيرات الريش. يا رب بس الكاميرا تقرب شوية، تأثيرات الريش اللي نازلة من عند المنقار ولفة مع الرقبة أهو. يبقى أنا عشان أرسم العين، عين الطائر
لفيتها بالابيض الاول زي ما حضراتكم شايفين اهو، وسبتها دلوقتي تنشف، وبزود ابيض قوي جدا في منطقة البطن وانا نازل تدريجيا لاسفل، بكسر هذا الظل. اتعلم المراحل دي كويس لانها تريحك في الشغل وهتساعد معاك في الشغل وتوفر معاك وقت في الوقت نفسه. مشاهدة ممتعة ان شاء الله للجميع. يعني بص ازاي الجناح اهو لسعة ابيض كده، لسه ما ظهرتش معايا، هظهرها اكتر. بص اهو شوف، ده يعتبر ريش، ريش ابيض في حرف الجناح اهو، سبحانه وتعالى. قربنا الكاميرا زي ما قلنا اهو، وتمنينا وفعلا علشان نرسم العين. شوف بقى الفرشه الواحد ملي المدببه، اجيب الاسود القوي من داخل الدايره البيضاء اللي انا خدتها، رسمت النن بقى اهو الاسود. شوف شكل العين اصبح ازاي، يعني مش عايزك ترسم بالاسود وبعد كده تلف حواليه بالابيض، لا انت تاخد الدايره اللي بالابيض الاول وبعد كده تحط النن بتاع العين بالاسود داخل هذه الدايره، وتدي له لسعه ابيض خفيفه في النص، في نص الاسود، يظهر لك العين بتاعه الطائر بشكل جميل جدا. لما تنظر على الراس، راس الطائر، تلاقي الريش متجسم متوزع وليه حجم معين، حجم الريش في المنطقة دي. شوف انا قربت لك رأس الطائرة اهي، اتجاه الريش هنا بيكون افقي لاسفل اهو، افقي كده بس نازل لتحت بزاوية بسيطة. كل وضع يعني الرأس الريش ليه اتجاه، والبطن الريش بتاعها ليه اتجاه، والجناح ليه الريش بتاعه ليه اتجاه، فانت لازم تكون فاهم ده وانت شغال. طائر جميل، مازلنا بنظبط كده توزيع الإضاءة في الرأس اهو، وسنة الأبيض اللي هتنزل من على المنقار لأسفل الرقبة اهي، بنجهزها دلوقتي. اهي سنة الابيض اهي، شوف ورحت اهو، هي دي هي دي الرقبة نازل ميها، نازلة كده من المنقار، نازل من المنقار لحد الرقبة كده بسنة ابيض خفيفة، ريشة خفيفة كده. وهنا بدأت اغمق بالبني، البني الغامق اهو. شوف الفرشة فين على البني والاسود اهو، عشان اجيب جزء من الجناح اللي هو في الجنب الاخر، يا دوبك ظاهر منه حاجة بسيطة قوي. ودي الرجل، شوف الرجل، شوف الرجل ظبطناها ازاي، شوف الرجل ظهرت ازاي. اهو قربت لك الكاميرا، شوف الرجل ظهرت ازاي من اعلى الرجل، سنة ابيض خفيفة خالص. وببدأ ازود الابيض هنا، خلاص احنا اوشكنا على الانتهاء اهو. الرجل اهي، شوف الرجل ظهرت الابيض بتاعها قوي، وهنا في سنة طبعا الضوء زي ما قلت لك جاي من اسفل لاعلى، في مناطق ضوء قوية هنا اهي. وشفت الرشتين اللي فوق بعض دول، دول اللي انا باكد عليهم، شوف بيجوا ازاي. بعد كده بعد ما تنتهي من كل ده، في حركه حلوه اقول لك عليها. ما زلت بوزع الضوء، تاثيرات ضوء بس بتديك شكل، تحافظ على ان ده يديك شكل ريش. في حركه كده، ما زلت برجع تاني واكد على الخط الابيض اللي في الجناح والزيل هكذا. ايه الحركه الحلوه بقى اللي انا بقول لك مخليها للاخر، والالوان لسه لينه. هات الفرشه، فرشه ناشفه اهي، نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه، فرشه شعرها ناعم خالص، ممكن نسميها فرشه دمج، وتبدا تدمج كل الالوان دي مع بعضها كده، وتعيد عليها على الناشف بقى يا فنان، وعلى الناشف بقى يا فنانة. لو وصلت معايا للمرحلة دي، أتمنى يا رب ما تبخلش علينا باللايك أسفل الفيديو، ضع لايك أسفل الفيديو كن كريما معانا، وضع لايك أسفل الفيديو، ودي اللوحة في نهايتها، وبقرب لك الطائر للآخر، الكاميرا للآخر أهو،
مشاهدة ممتعة للجميع. أشوفكم في لقاء آخر، ما تنساش لايك أسفل في الدعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل جديد. ما تنساش شاشة النهاية فيها بعض الأعمال الجميلة، دي اللوحة، أتمنى يا رب تكون عجبت حضراتكم. محمد عبده من جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.